جميل. حينما نتحدث عن التاريخ العماني خاصة يا شيخ، ما الذي يميز التاريخ العماني عن غيره؟ التاريخ العماني تاريخ حافل، وسطر أهله صنوف التقدم والحضارة وغيرها. فإذا جئنا على سبيل المثال إلى التدوين عند العلماء أو عند العمانيين، نجد أنهم اهتموا اهتماما كبيرا بتدوين التاريخ وحللوه ودققوه، فنجد تلك الموسوعات التي تحدثت عن التاريخ وتاريخ عمان. كما أن العمانيين كانت لهم جهود ربما لم يسبقهم إليها أحد من حيث نشر الإسلام. نعم. فنشروا الإسلام في أصقاع كثيرة من العالم، فقد نشروا الإسلام في أفريقيا وأدغال أفريقيا، كما نشروه في آسيا وشرق آسيا والدول الأخرى مثل إندونيسيا وغيرها من الدول. وفي الحقيقة هذا يسطر للعمانيين ويعتبر من مفاخرهم، كما أنهم وصلوا إلى التقدم قبل الدول التي تعتبر اليوم من الدول المتقدمة. جميل. على سبيل المثال أدخل العمانيون الكهرباء في زنجبار قبل أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بعشر سنين. ولهذا قال أحد الأمريكان لما كانت أمريكا تعيش في ظلام دامس، كان السلطان برغش بن سعيد يتنقل بالمصعد الكهربائي عبر قصوره. فهذا تقدم، حتى أن بعض العمانيين أتى بفكرة الكهرباء إلى السلطان سعيد بن تيمور، واقتنع السلطان سعيد بن تيمور بإدخال الكهرباء، وأول منطقة دخلتها الكهرباء هي منطقة ريام في الخمسينيات من القرن الماضي. جميل.